أين ملك اليهود الذي ولد؟ فقد رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له. تأملنا امبارح إخوتي الأحبة بكل اللي حصل مع الرعاة اللي بيمثلوا شعب إسرائيل. أما اليوم هالكلام اللي عم نسمعه بيقولوا المجوس لما وصلوا إلى أورشليم وسألوا أين هو الملك المولود، فقد رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له. نعرف أحبائي بأنه المجوس بيمثلوا كل الشعوب الوثنية اللي كانوا علماء بفتشوا بالفلك، ولما شافوا نجم مختلف مشوا وراء. ولكن الملفت استعمال كلمة إنه رأينا نجم هذا الملك فجئنا لنسجد له، معناتها باعتقادهم بأنه في شيء أسمى وأقوى من أي شيء كانوا اختبروه بحياتهم بكل أبحاثهم اللي عملوها. لذلك قطعوا كل هالمسافة ليكونوا عم بيسجدوا للملك القادم إلينا. سجود المجوس يمثل بحث العالم عن الحقيقة، لأنه يسوع هو الحقيقة، هو نور العالم. وإذا العالم ما اكتشف بأنه يسوع هو الرب اللي حقيقة بيحرص أنه يسجد لإله، رح يضل يفتش عن الحقيقة عبثا. عالم اليوم يحتاج أنه يلتقى مع النور الآتي إلينا من السماء. وإذا كل المصايب اللي عم بتصير فينا بقلب هالعالم موجودة، هو لأنه عالم اليوم عم بيبعد أكتر وأكتر عن هالحقيقة. لذلك نحن مدعوين أحبائي أن نكون عم نصلي مش بس على نية المسيحيين حتى يكونوا عم بيعيشوا مسيحيتهم، ويكونوا عم بيعيشوا بموجب كلمة الحياة، وما يكونوا فقط مسيحيين بالاسم، ولكن مسيحيين تلاميذ حقيقيين للرب يسوع. كمان صلاتنا تتوجه إلى كل اللي بعد ما تعرفوا على يسوع المسيح، لأنه بسجود المجوس في دعوة للعالم ليكون عم بيتعرف على الحقيقة اللي جابها ابن الله على أرضنا. نحن منعرف أحبائي بأنه هالحقيقة تتلخص بالمحبة اللي إجا يسوع وعلمها، هي وصية جديدة، لأنه هي اللي بتعطي كل المبادئ والقيم لحتى الإنسان يكون عم بعيش إنسانيته بالكامل. نحن اليوم أيضا على مثال المجوس مدعوين أحبائي نجي ونسجد للرب يسوع، نعبر عن الرغبة اللي موجودة بقلبنا إنه نفتش عليه كل يوم أكثر من يوم. تفتيشنا عنه يتم من خلال إصغائنا لكلمته، من خلال تأملنا بهالكلمة، من خلال صلاتنا، من خلال البحث عن كل حقيقة بتوصلنا إلى عيش المحبة مثل ما بيطلب منا الرب يسوع. وإلا نبقى بعيد عنه إذا ما كان عندنا الرغبة بداخلنا إنه كل يوم نفتش عليه ونجي لعنده لنكون عم نسجد لإله. إن شاء الله بيكون زمن مبارك والرب يقوينا لحتى دايما نعيش بهالحقيقة، ونعيش دايما فرح حضوره بيناتنا، لأنه هو ملك الفرح والحب والسلام، هو اللي بيعطي الرجاء لكل إنسان. إله المجد من الآن وإلى الأبد.